المشهد يحدث عادة عندما لا يكون المدرب راضياً عن أداء الفريق، وخاصة عندما لا يخرج الفريق من مربعه بينما يوشك الصوت الثاني على الانتهاء. حان الوقت لتغيير بعض اللاعبين، لكن الذين بدأوا بالركض استعداداً لدخول الملعب ليسوا لاعبي كرة قدم بل أصدقاء مارتن أميرلينغ، فالرجل يقلد في مقهى بميونخ بعض مشاهد كرة القدم. تمنيت لو أني أصبحت لاعب كرة قدم محترف، لكن وبما أنني لم أتمكن من ذلك فلم يبقى أمامي سوى التدريب، فتراني أتدرب على ذلك من حين لآخر في الشارع على أمل أن أصبح يوما ما مدربا حقيقيا. خطرت فكرة تقليد المدربين على بال مارتن أميرلينغ عندما كان في انتظار القطار، ثم بدأ يتدرب وأصدقاؤه على مشاهد كرة القدم إلى أن أصبح مدربا في محطات القطارات. إنها لعبة سرعان ما تحولت إلى سلسلة من مشاهد الفيديو بعنوان حذاري من كرة القدم، وتحولت ورشة بناء إلى ساحة الضربة الحرة وعربة قطار إلى حجرة تغيير الملابس. يسكن مارتن أميرلينغ في ضاحية هايدهاوزن، وهنا يتدرب على سلوك المدرب ويقلد حركاته بدقة، معظمها راسخ في ذهنه، فطالما شاهد الشاب الثلاثيني مباريات كرة القدم منذ صغره وهو يعمل كصحفي حر في مجال الرياضة. أخطط للدور مسبقا، لذا لا يمكن الحديث عن عمل ارتجالي، بل يمكنني القول بأنني أعد كل حركاتي بعناية ودقة. ربما أغفل بعض الجزئيات، لكنني أرسم الحركة مسبقا وفي مجملها. الشخصية التي يقلدها هم من الكرويين المحترفين. مدرب مغرور مثل مورينيو الذي يضع دائما يده في جيبه. يحافظ على هدوئه. المدرب فافغ هو الذي يبدو دائما متوترا حتى أنك تشعر وكأن ما يحدث في أرض الملعب خارجا عن سيطرته. والآن قلد كلوب وسلوكه المفعم بالمشاعر والحيوية. تقريبا هكذا. يبدو واضحا أن مارتن أميرلينغ يعرف المدربين الألمان وطريقة تحركهم في الملعب، وأيضا سلوك مدرب المنتخب يوأخيم لوف. يخفي يديه في الجيبين ويجلس بتلك الطريقة المستفزة على الشريط كما فعل قبل سنتين على ما أعتقد، ومن جهة أخرى هناك ذلك السلوك المتراخي على حافة الملعب والذي يميز الشباب الذين يعيدون الكرة إلى الملعب، أو التوجه للجمهور بابتسامة تبعث على الأمل. إنه يتقن ذلك. صور مارتن أميرلينغ بعض مشاهد سلسلة حذاري من كرة القدم في محطة قطارات ميونخ. هناك شروط تخضع لها السلسلة، فهي ممنوعة من استعمال أي كرة أو قميص فريق أو حتى صفارة. المسموح به فقط هو حركات الجسد، ويجب أن يظل مكان العرض على حاله. أجد متعة كبيرة وخاصة عندما أصور شريط فيديو في الشارع، فأستقطب اهتمام المرء بسلوك الشاذ، ذلك يزيدني حماسا. فالتصوير داخل الاستوديو رتيب وممل. يمكن استخدام أغراض تنكرية دون أن تكون لها علاقة بكرة القدم. أفكار مارتن أميرلينغ غزيرة، وآخر دور تقمصه هو دور مراقب الخطوط، وذلك وسط حركة المرور في ميونخ.